عمل سلمى باقتران يحتوي على النقاط التالية: هذه هي قيم X، هذه هي قيم Y، والمطلوب منا هو أن نعرف هل هذا الاقتران خطي أم غير خطي. والاقترانات الخطية طريقة معرفتهم هو أن لأي تغير في X سيكون التغير في Y بنفس القيمة دائماً. على سبيل المثال، لأي خطوة تغير واحدة في X، هل التغير في Y سيكون دائما 3؟ هل سيكون دائما 5؟ إذا كان دائما نفس القيمة فأنت تتعامل مع اقتران خطي. هنا دائما تتغير X بمقدار واحد، وبما أن التغير في X بمقدار واحد فالتغير في Y يجب أن يكون نفسه دائما، وإذا لم يكن كذلك فبالتالي نحن نتعامل مع اقتران غير خطي. يمكننا توضيح هذا التعيين. إذن التغير في X يجب أن نضع قيم مختلفة. إذا انتقل هذا من 1 إلى 2 ثم من 2 إلى 4، فما علينا أن نفعله هو أن نقسم التغير في Y على التغير في X. هذا يجب أن يكون ثابتا دائما. في الواقع دعوني أكتب هذا: إذا كان شيئا ما خطيا فسيكون التغير في Y على التغير في X، التغير في Y على التغير في X ثابتا دائما. الآن في هذا المثال التغير في X دائما يساوي 1. ننتقل من 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4 إلى 5. إذن في هذا المثال التغير في X سيكون دائما 1. ومن أجل أن يكون هذا الاقتران خطيا سيكون التغير في Y ثابتا، لأننا ننتقل لنأخذ ذلك ونقسمه على 1. دعونا نرى ذلك. عندما ننتقل من 11 إلى 14 فنحن ننتقل للأعلى بمقدار 3، عندما ننتقل من 14 إلى 19 فنحن ننتقل للأعلى بمقدار 5. إذن إنني بالفعل أرى أن ذلك غير ثابت، حيث أننا لم ننتقل بمقدار 3 هذه المرة، بل انتقلنا للأعلى بمقدار 5، وهنا ننتقل للأعلى بمقدار 7، وهنا ننتقل للأعلى بمقدار 9. إذن نحن وبلا شك نتعامل مع اقتران غير خطي، ويمكننا أن نرى ذلك إذا قمنا بتمثيله. إذن دعوني أرسم، سأرسم رسما بسيطا هنا. دعوني أجعل هذا المحور العمودي، أي محور Y، وننتقل عليه حتى 35. إذن سأكتب 10 20 30. في الواقع يمكنني فعله بشكل أفضل من ذلك، يمكن أن أكتب 5 10 15 20 25 30 ثم 35. ثم أن القيم التي لدينا تنتقل من 1 إلى 5، سأفعل هذا هنا على محور X. إنهم لا يظهرون بوضوح بأنهم نفس التدريج، إذن سأكتب 1 2 3 4 5. إذن دعونا نعين هذه القيم. عندما X تساوي 1 ستكون Y تساوي 11، هذا هو محور X. عندما X تساوي 1 ستكون Y تساوي 11 هنا. عندما X تساوي 2 ستكون Y تساوي 14 هنا. عندما X تساوي 3 ستكون Y تساوي 19 هنا. هنا عندما X تساوي 4 ستكون Y 26 هنا. عندما X تساوي 5 ستكون Y 35 تقع هنا. إذن يمكنك مباشرة أن ترى أن هذا لا يشكل خطا. إذا كان هذا الاقتران خطي فستكون جميع النقاط على خط وتبدو هكذا. لهذا السبب يسمى اقتران خطي. في هذه الحالة إنه ليس كذلك، أي ليس اقترانا خطي،
فنسبة الزيادة تكون كلما ارتفعت قيمة X.